وينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي. أهلا بك أستاذ رائد. في البداية، كيف تقيم وضع الاقتصاد العالمي، خاصة بعد عودة بعض الدول إلى الإغلاقات وظهور المتحورات الجديدة من فيروس كورونا؟ يعني كلما ضرب فيروس كورونا مرة أخرى بسلالات جديدة وتحورات جديدة في السلالة، كلما زاد العبء والضغط على الاقتصادات العالمية. يعني هناك في دراسات وأبحاث تم إجراءها من هارفارد مؤخرا، أنه كان أن الاقتصاد العالمي قد يضطر إلى الإغلاق كل عامين. فبالتالي هذا يعني الآثار السلبية كبيرة جدا، وإلا يجب أن يكون هناك إنفاق متفق عليه عالميا للبيئة ودعم البيئة بما يقارب التريليون دولار أمريكي، وهو جزء بسيط جدا مما تم إنفاقه في خلال أزمة كورونا للسيطرة على الانتشار السريع جدا والأثر السلبي على الاقتصاد. بالتالي يعني هي دعوة مفتوحة أن يكون هناك تعاون أكثر فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حتى لا نضطر الاقتصادات العالمية إلى الدخول في هذا السيناريوهات. بالنظر إلى الاقتصاد العالمي كيف يمكن، إلى الآن حقيقة لم يظهر بعد الأثر السلبي على الأسواق بأنه في عندي إغلاق على الاقتصاد بعض الاقتصادات. لا تزال هناك الاقتصادات، بعض الاقتصادات العظمى والإيجابية الموجودة في بعض الاقتصادات العظمى تلوح في الأفاق ويتم يعني استهلاكها في الأسواق، على أنه أي عملية إغلاق راح تكون مؤقتة وسوف يعود مجددا للانفتاحات مرة أخرى. بالتالي ذلك لا يؤثر على سلاسل الإمداد بشكل كبير جدا، وإنما هي مراحل مؤقتة للسيطرة وضغط الأرقام الحالات الجديدة بشكل عام. بالتالي الاقتصاد العالمي يعني أمام خطر خلال هذا الصيف إذا استمر سيناريو التطور الحالات بشكل أكبر، ويعني جاءت ضغوط عالمية أكثر بارتفاع الحالات، يعني ممكن أن ندخل أو الاقتصاد العالمي قد يدخل في ركود أعمق، لأنه نحن ما تخرجنا بعد من الأثر السلبي للبانداميك والجائحة، ولم تعد مجددا يعني دائرة الاقتصاد إلى عملية الانتعاش ومن ثم الأوجو. بالتالي أنت عم تختصر مرحلة كاملة بنمو الاقتصاد أو عودة الاقتصاد للتعافي مرة أخرى من قبل أن تتم 50% منها. فبالتالي ذلك راح يدخلنا على lower lows بالنسبة لأرقام النمو، قد ندخل بانكماشات أكثر حدة، وما لم يتفجر يعني كأزمات كبيرة خلال الأزمة الماضية قد يتفجر إذا قدر الله يعني أنه كان الأوضاع أسوأ. أيضا الأسواق تترقب يوم الجمعة القادم بيانات الأرقام الوظائف الأمريكية، برأيك ما أهمية هذه الأرقام في هذه الفترة، وكيف ستنعكس أيضا على قرارات الفدرالي الأمريكي؟ طالما لم نصل إلى 1,000,000 وظيفة جديدة يعني لا أعتقد أنه راح يكون هناك تفاعل كبير من الأسواق مع أرقام الوظائف الأمريكية. نحن متوقعين حوالي 675,000 وظيفة جديدة، التوقعات أعلى من القراءة السابقة اللي كانت عند 570,000 وظيفة، ولكن وذلك قد يضغط أيضا على معدلات التضخم للانخفاض إلى 5.6% في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الأنظار لا تتجه فقط إلى معدلات الوظائف، نحتاج إلى معدلات قياسية تضغط على الفيدرالي أن يتجه إلى تجديد السياسة النقدية بشكل أبكر مما هو متوقع. غير ذلك لن يحفز الأسواق بالشكل الكافي، ولا أعتقد أصلاً الاقتصاد الأمريكي سيتمكن من إضافة أرقام أكثر من 700,000 وظيفة في تقريره المنتظر يوم الجمعة. نعم، أيضاً توقعاتك لاجتماع أوبك بلس، وأيضاً توقعاتك لأسعار النفط الفترة القادمة. يعني نحن النفط يواصل الارتفاعات بدعم من التباطؤ في عملية رفع في الإنتاج أو رفع القيود عن الإنتاج من أوبك بلس، في ظل وجود ارتفاع وتحسن وآفاق للتحسن في الطلب العالمي أكثر. لا نزال عند طلب عالمي عند 96.5 مليون برميل يوميا، وما قبل الأزمة كان عند 100 مليون برميل يوميا. من المتوقع خلال العام القادم أن نصل إلى مستويات الطلب هذا. بالتالي نحن عندنا طلب المتوقع أن يزداد خلال العام القادم، هذا يحفز، وأيضا في نفس الوقت المعروض النفطي لا يشكل عائقا، لأن أوبك بلس تريد تحقيق التوازن عند أسعار أعلى من الحالية. هذا يفتح المجال إلى مستويات 80-85 دولار للبرميل بالنسبة للدبليو تي آي قبل نهاية تعاملات هذا العام، وممكن خلال التوقعات تشير إلى إمكانية الوصول إلى 100 دولار للبرميل خلال العام القادم. نعم، سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي، شكرا جزيلا لك. شكرا. Thank you.